يا مرحب يا مرحب، الدنيا كلها تنورت. الغدا يا بيه؟ لا غدا ولا عشي، احنا جايين نخلصوا في البيعه ونتوكلوا على الله. يمين بالله متاتي، احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان. معلش يا كبير، اصل احنا مصالح كتير، وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمضي العقود ونسلمك النقديه. طب حتى نشرب الشاي؟ الشاي يا بيه. شوف يا كبير، احنا عارفين انك طالب في المتر 400 جنيه، واحنا جايين النهارده وطمعانين في كرمك، وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وهتعمل لنا خاطر. بوه، خاطر واحد بس؟ ده مليون خاطر وخاطر، ده انت على راسنا من فوق. السلام عليكم. السلام عليكم. باش مهندس حماده. حماده السياحه، وعشت مرتاحه، صاحب شركه طرز في الشرم والغردقه، واي حد رجال عنده اي مصلحه كده ولا كده ها ينزل ويسال على حماده السياحه، هم هيظبطوه احلى تظبيط. من ضيوف جوني برضك، انا من ياس صالح بيه. جود مورنينج. هاي جايز، انا سامانتا، مش فاكريني؟ عاملين ايه؟ نسيت، انتوا ما بتتكلموش. كوكي دارلينج، اخبار الشرب الجميل ايه يا كيوتي يا كيوتي يا كيوتي؟ ايه ده؟ ايه الشنب الرهيب ده؟ ناحية ايفازي وناحية سيري، أول مرة أشوف شنب أكبر من صاحبه. لو مش عاجبك مقاسه ممكن ترجعه وتجيبه أقل نمرتين. ممكن أقيسه؟ بعد يدك يا ست أنت. إيه يا حاج عويد؟ إيه يا جدع أنت؟ أنت هتمد إيدك على حريمي ولا إيه؟ السادة شكلها هتيجي فيك أنت. بيقول إيه الكلب ده؟ تقول ايه يا جحش انت؟ لا كده انت جبت اخرك، واللي هيعدي الخط ده انا حفلة دماغه نصين، ودي نقول. يرضيك الكلام ده يا كبير؟ ما برضك يا حاج عويس، في فرق ثقافات يعني والحاجات دي. بقى كده؟ بينا رجالة، وما فيش سلام عليكم كمان. يا حاج عويس، بسلام لله يا راجل، كنت هقول لك. يا حاج عويس والله العظيم ثلاثة، الواد الصيص ده يبقى جوزه. دمي يا حج عويس، امي اطخها يعني؟ يا حج عويس، ده ربنا وصانا بالوالدين احسن. حج عويس، حج عويس، راحت البيعه، راحت البيعه، وحنتفضحوا في البلد فضيحه بجلاجل. الحج عويس ده ما يتبلش في خشم الفول، عارف الفول؟ انت عبد ايه عم الكلمه؟ الموبايل يا كبير، الموبايل ما لقيهوش. ضيعت الموبايل ابو 2000 جنيه يا بهيمه. لا ما ضاعش، ده مش اول موبايل يخفي من الدوار، موبايل توماس وموبايل اشلي كمان ما لقينهمش. باه، يبقى في حرامي في الدوار. شكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك. محاميل، محاميل يا صيص، البيه جوزك طلع حرامي ورد سجون، ومسموش حمادة من أساسه. انطق ياد، اسمك الحقيقي ايه؟ هتنطق ولا اطلق عليك فزاح؟ حقول حقول، والمصحف لليل على كل حاجة. بص بقى يا بيبي. بيبي دي لو نطقتها تاني هتففك اسنانك. بص يا حاجة، أم الراجل المحترم ده هو أنا أصلاً مش حمادة سياحة، ده منظر حمادة سياحة. أنا اسمي رضا البشبيشي. إيه؟ ما مصدقاشي؟ طلع البطاقة هاي. البطاقة؟ طلع الأم معايا، طلع الأم معايا، ما حطيتها لك. أيوه صح 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 صح. إيه يا دير أنت؟ مش إداك البطاقة وديتها لي؟ مين أنت؟ ما كنا نضرب فيه. معلش يا شباب، معلش، عندي أنا دي. معلش، امسحها فيه. خد اقرا دي. من فضلك يا هدية، خدي اقري لي عشان انا مش بعرف اقرا عربي. حاضر يا حماتة. الاسم رضا السيد احمد البشبيشي، العنوان 4 بلوكات ناصر دمياط، الوظيفه فني تبريد وتكييف، ذكر، اعزب،
رقم البطاقة؟ في ايه يا بت؟ في ايه؟ ناقص تقولي لي الفانيلا بتاعت ميديم ولا لارج؟ هنزله؟ يسافر. ولسه البيع طلع عمل قلق كبير قوي قوي في دمياط، وهناك مدين لي نكنيم رضا المشت. متكمل ياد ليها تاريخك الاخضر يا كمل كمل انا اصلا مسجل نصب والحكومه بتجري ورايا في كل حته، فهربت على شرم عشان القط رزق فيها. يعني ايه تلقط رزق؟ يعني شوف اي واحده كده خواجايه ولا كبيره زيك اتجوزها واطلع بالمصلحه وبعد كده ابقى اخلع. غشاش غشاش غشاش. عني كنت يا ست الكل. غشاش غشاش غشاش. ثانك يو فزاع. امن الجناب. فزاع امن الجناب. اطلع من هذا الغشاش دي الاشرف وقول له الكبير عايسلم عليك ويقول لك دو يور بيست. ايديه اوفر يا كبير. جزره وقطمها جحش. مع السلامة يا حجة، هنتوحشوك والله. يمين بالله الولاية المتحدة هتنور والمظاريطة هتظلم يا ست الكل. ألف سلامة. أوه فزاعة، thank you thank you thank you for everything thank you so much. والنبي لا تكرريها تاني يا حماتي. حاضر يا حبيبتي. هو الكبير فين؟ الكبير خرج من الصبح. وانت مالك انت يا حيوان؟ أنا بسألها هي. على فكرة أنا ما بكلمكيش، أنا بكلم جوني. بس يا ما انت مالك انت يا حيوان؟ مش ممكن بتحشر في الملوش فيه. عموماً أنا كنت عارفة أن هو مش حابب وجودي هنا. من فضلك سلمي لي عليه هدية. أو من عناية يا حماتي. يلا يلا تأخرنا. استنى. مع السلامة يا حماتي. أنا توحشوك والله. So cute. So much. Take care. مع السلامة يا حماتي. سلامة. باي سام. حفظ الله. باي. طريق السلامة. كوكي. ايه يعني ما تسلميش علي يعني؟ يا قلب ماما يا كوكي، كنت فاكرك مش هتسلم عليا. كيف يعني؟ انا كنت في السوق بجيب لك هديه. بجد؟ زينه. زينه وحشمه. ممكن تلبسيها في امريكا كمان. طبعا هلبسها يا كوكي طبعا. بص عايزه اوصيك، خد بالك من اخوك جوني وما تتخانقوش مع بعض والا ها هرجع لكم. ما تخافيش، ما نلعبش مع غرب ونشرب اللبن بالليل قبل ما ننام. طيب خلاص خلاص خلاص. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا ماما.